السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الماضية جهزنا الدومين نيم سيرفيس للسامبا. الآن راح نعمل طبعا SSH وندخل على السيرفر تبعنا. تمام. طبعا يعني بدنا بالبداية يعني هو غالبا الناس بيقوموا بالتعديل على ال خلينا ندخل على ATC شوي slash ATC slash سامبا. طبعا انا اللي عملته طبعا حكيت له sudo apt dash get install سامبا وطبعا دخلت root password. الان لو عملنا ls راح تشوفوا انه في عندك .conf، لكن انا بنصحك تقوم بالعملية تحكي sudo move smp ل smp dot backup. لو حكيت له الان vi smp backup هاي بعطيك زي كأنه كل المعلومات اللي بتحتاجها انت عن ال عن هاي ال عن الكونفجريشن الخاص بالسامبا. فشيء ممتاز انك تخلي نسخة منه موجودة عندك على الجهاز قبل ما تعدل اي شيء عليها. مثلا يعني لو عملنا كويت بتقدر تيجي تحكي هون sudo touch smb خليها دوت كونف، بعدين خلينا نعمل vi smb دوت كونف. بايش نبدا؟ طبعا بدك تبدا بال سوري. طيب نبدا اول شيء بالجلوبال. فبداية تختار انت الجلوبال بلوك اللي هو فيه المعلومات الرئيسية. فالورك جروب اللي انت بدك تعملها مثلا بتقدر تعمل ورك جروب اللي هي ورك جروب هي باي ديفولت، بس انت بتقدر تغيرها يعني ما في مشكلة. ورك جروب نعم. نت بايوس. نت بايوس طبعا احنا عملنا كل الاشياء اللي هي ريفيرس نيم لوك اب علشان النت بايوس، فانت بسمح لك انك تتصفح الشبكة عن طريق الاسماء، هو شيء كثير ممتاز. فمثلا لاب كمان نقدر نحكي له وينز وين سبورت ايكوال ياس. ايش كمان بدنا مثلا؟ اتوقع هاي معظم الاشياء الخاصة بالجلوبال. الان انا ما في عندي غير بس اللي هو السيرفر اليوزر الوحيد، فانا بقدر اجي هون احكي له هومز، وهو هذا سبيشال شير عشان نعمل شيرنج للهوم. فبتقدر تحكي له كومنت، طبعا كله موجود عندك بال موجود بال اللي عملنا لها باك اب. فلو حكيت له براوزابل بقدر اصفحه عن طريق الشبكة. راح تشوفوا حاليا ايش تأثير هاي الامور. طبعا انت بتكاش اياه يكون بس ريد اونلي، فانت بدك تحكي له نو عشان تقدر تخزن بيانات وتعمل اشياء هاي. يعني بتوقع هاي
كل الأمور اللي أنت بتحتاجها. إذا بتحتاج أمور أخرى بتقدر تعمل العملية التالية، تحكي له مثلا SSH على 30 35، نعمل سيشن ثاني يعني. بعدين بتقدر تحكي له vi slash etc samba smb.backup. الآن هون أنت بتقدر إذا مثلا عندك أي معلومات بتحب تضيفها، مثلا طيب مثلا server string، تقدر تحكي له copy، تيجي هون مثلا إذا بدك. إيش كمان؟ وينز سيرفر، مين هو الوينز سيرفر؟ طبعا أنت بتقدر تحدد الوينز سيرفر اللي هو أنت الوينز سيرفر. يعني بتقدر تحط 172 172 20 20 35. الانترفيس بتقدر تعمل بايند انتر، كله هذا اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا بدك تلاحظ انه في عندك الجلوبال اللي هو هاد بينطبق على كل الشيرز الموجودة عندك. كمان لوج فايل مثلا اذا بدك بتقدر تاخذهم كلياتهم هذول، وبتقدر كمان تحذف وتعدل كل شيء وبعدين تحكي له يعني تحكي له ايش الامور هاي. لكن انت اذا بدك بس بتحدد هذول، اتوقع هاي معظم الاشياء. طبعا انتم بتلاحظوا هون انه مش انه هاي الاشياء مش موجوده، لكن كومنتد اوت، يعني ما الها مفعول فعليا. يعني هاي الها مفعول بس الها مفعول هذول بالابيض كلياتهم، لكن انت لو يعني تفرست بالاعلى هون مثلا، هاي ما الها مفعول، هاي ما الها مفعول، هاي الها مفعول، هاي ما الها مفعول. ف انت بتقدر كمان تحدد شو اللي له مفعول وشو اللي ما له مفعول. هون مثلا هومز هاي براوزابل كذا، هاي احنا حطيناها ريد اونلي نو دايركتوري ماسك. اذا بدك كمان بتقدر تحدد الدايركتوري والامور هاي. بروفايلز برينترز مثلا عندك هون البرينترز، مع انه انا يعني ما بحبذ انه تضيف اللي هو الشيرز. يعني ليش؟ لانه مرات اذا عملت بروجكت بروجكت شير، مرحبا بذكر الله. طبعا هون اذا عملت بروجكت شير وخليته مفتوح كثير، ممكن الناس يعني يتوقفوا عن استخدام ال يعني الامور الخاصه بالسكيورتي. يعني بحكي لك بدل ما انا استخدم الباسورد، لحتى ما اخزن بياناتي، لا برميه بي او بضع بياناتي بالبروجكت شير. فاذا في عندك اشي اقل ريستريكشن فيفضل انك ما تفعل اشياء مثل هيك. ليش؟ لانه يعني بصيروا الناس يعني شغلة كسل يعني. طبعا براوزابل يس جست اونلي او جست اوكي يس اريد اونلي نو براوزابل يس باث. بس طبعا لا تنسى انه بدك تعمل للبروجكت شير يعني بدك تعمل هاد. خلينا نعمل كوبي، نعمل من هون دبليو كيو او سوري طبعا
انا مش داخل ب ال بالادمن ف طيب هنعمل كوبي العمل التالي بما اني يعني اخطأت يس نت بايوس مرات الواحد بعد ما يخلص شغل بيكتشف انه كل اللي كان بيشتغله يعني مش مظبوط نت بايوس نيم لكن انت شوف كل هذا بتقدر تحذفه وحكيت لك وين سبورت يعني عشان تفعل هاي وين سبورت هاي وين سبورت بتخلي يس مين اللي بده يشتغل وين سبورت طبعا اكيد احنا اللي هو 172.20.20.30.35 مثلا عندك هون مثلا DNS Proxy Networking تقدر تعمل بايند يعني بتقدر تدمج الانترفيسز الخاصة بهاي بانترفيس معين عشان ما يكون شغال على كل الانترفيسز وامور اخرى يعني هاي مثلا لوجينج عشان نشوف ايش بصير على السامبا سيرفر ستاند الون سيرفر اشياء خاصة باليوزر وال يوزرز والباسوردز بروفايلز طيب احنا يبدو انه مشينا عنهم طيب نيجي على بروزابل يس بروزابل يس و ريد اونلي نو طيب خلاص هيك اتوقع بس هاي دبليو كيو سيرفيس اس ام بي اس ام بي دي ريستارت انا مش لازم اكتب sudo طيب الان بدنا نرجع ل يعني ل ال النتورك عندي نلقي نظرة لكن قبل ما ندخل للنتورك هنيجي هنا ونعمل properties وندخل على IP version 4 ونحكي له انه DNS server فعليا 172 172 72 20 20 30 35 اوكي
فلوس. وكمان ندخل على ويندوز اكس بي وندخل هون بروبرتيز على تي سي بي اي بي على 172.20.20.30.35 نعمل اوكي كلوز نرجع مرة ثانية هون تمام شايفين الان لو حكيت له دوت سير سيرفر سلاش ليش ما مع انه هاي شايفين انتو سيرفر جزء كابيتال لتر بعده الان مش براوزبل غريب لازم انا ندخل يعني على الشير خلينا نشوف الشير هون هومز ممكن انه يشتغل لا مش شغال بس هاي شفنا الهومز يعني مباشرة يتعرف عليهم ويندوز اكس بي شير طيب بس انا مستغرب ليش هون ما خدها طيب نجرب هون طيب نجرب هيك 172.20.20.30.35 يبدو انه في مشكلة معينة لكن بما انه لما دخلت على My Network Places وتفرجت يعني شايفين موجودة عندي سامبا وبنتو كذا وعندي لاب لكن ما تمت العملية طيب يعني هاي مقدمة بسيطة عن السامبا بنقدر كمان نعمل شير يعني open share بكل بساطة لكن راح نعمله في فيديوهات قادمة ان شاء الله حاليا شكرا لاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.